صباح الهنا والخير على حضراتكم جميعا، جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير اللي في كل مكان في العالم، واللي دايما بيكون حاضر ودايما بيكون موجود ودايما بيساند كل اللي بينتمي للنادي الأهلي. وصبح على حضراتكم. النهارده هكون متواجده لوحدي لان كريم بس عنده ظروف صحيه، ينضم لينا باذن الله بكره من جديد. وفي بدايه الحلقه انا معايا اخبار طبعا كتير حلوه، وعايزين نتكلم على التكريمات الجميله والتكريمات ان شاء الله القادمه كمان بالنسبه للنادي الأهلي والفريق وكل من هو ينتمي زي ما كنت بقول لحضراتكم. بس خليني بس في البداية، لأن الخبر ده لسه حالا قبل ما نطلع الهواء بدقيقتين تقريبا أو أقل كمان، إحنا لسه وصل لنا خبر وفاة والد كابتن إيهاب الخطيب، طبعا يعني رئيس قناة النادي الأهلي، وهو في نفس الوقت يعني زميل عزيز جدا والمدير الفني للقناة. وطبعا امبارح انا عايزه اقول لحضراتكم هو كان متواجد معانا، وهنتكلم عن طبعا التكريمات، لكن القصة كلها ان امبارح وهو بيسلم علينا وهو بيتكلم مع الناس، هو كان بيقول قد ايه الوضع عنده صعب جدا، لان والده كان في الانعاش بقاله فترة، وكان مضطر ان هو يجي ويكون بيمثل قناة النادي الاهلي علشان يستلم الجائزة الخاصة بيها. هنتكلم طبعا في كل التفاصيل دي لما يجي وقتها، لكن يعني الله يرحمه ويصبر كابتن إيهاب ويصبر العيلة كلها. والده كان عيان بقاله فترة طويلة وحالته الصحية ما كانتش أفضل شيء، فنتمنى ليه كل الصبر يا رب بإذن الله. هبدأ بقى مع حضراتكم دلوقتي، وزي ما احنا متعودين هننوه عن الفقرات. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن رياضات القوة البدنية، والفقرة الثانية هيكون معانا الناقد الرياضي كريم فاضل، ملفات عديدة جدا وبطولات وتحديات زي ما كنا بنتكلم منتظرة النادي الأهلي. خليني بس في البداية أتكلم تحديدا عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب، بتكليف الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، وبحضور هنا حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كل الناس بتتكلم عن الحدث ده طبعا ممثلا عن النادي، هم غادروا القاهره يعني لكازابلانكا لحضور الحفل المقرر اقامته ان شاء الله النهارده في دوله المغرب الشقيقه، وبينافس النادي الاهلي على لقب هنا افضل نادي في افريقيا لعام 2023 مع انديه كبرى. طبعا عندك انديه الوداد المغربي وسان داونز الجنوب افريقي، وبينافس كمان عندنا محمد الشناوي كابتن الفريق برضه على جائزه احسن حارس مرمى في القاره الافريقيه، وعندك كمان بيرستاو بينافس على مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة، وعندك كمان محمود كهربا بينافس في بيتكلم عن الجول يعني أفضل جول في اللي كان في مرمى الهلال السوداني بدور هنا المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فلقب إن شاء الله أفضل هدف كمان يكون من نصيب كهربا. الفكرة كلها إن أنت لما بيكون في يعني تصويتات ولما بيكون في احتفالات من هذا النوع ومنافسات من هذا النوع، الواحد بيبقى سعيد لما النادي الأهلي وبكل من يمثله بقى كنادي كلعيبة كمجلس إدارة كإعلاميين كغيره بيبقى متواجد. يعني ما ينفعش يبقى في حفل جوائز من هذا النوع في أي مكان نتكلم، سواء محليا أو عربيا أو إفريقيا أو حتى عالميا، إلا لما بتلاقي الحمد لله بنسبة كبيرة جدا النادي الأهلي متواجد وبينافس. وده إن دل على شيء، وكلمة دي يمكن أنا قلتها برضو مبارح في التكريم وأكيد هنتكلم في كل ده، بس طبيعي جدا كل اللي بينتمي للنادي الأهلي ناجح، هي كده هي منظومة ناجحة، فأكيد كل اللي بيشتغل فيها وكل اللي بينتمي ليها لازم هيكون بطبيعة الحال ناجح، إلا مش هيبقى ليه مكان وسطها أو وسط كل المنظومة الناجحة دي بكل الناس اللي بتشتغل فيها على مدار طبعا بنتكلم هنا تاريخ طويل جدا. فسعيدة جدا أنا على المستوى الشخصي إن احنا بنشوف النادي الأهلي بيمثلنا في جوائز ومنافسات كبيرة جدا إفريقيا زي ما كنت بقوله، محليا وأكيد عربيا. الجائزة كمان اللي عايزة أتكلم عليها واللي بتهم كمان كل أهلاوي هي جائزة هنا أفضل لاعب داخل القارة وبيتنافس عليها عندك بيرستاو، بنتكلم شويه تفاصيل بقى، واللي كان ليه دور كبير بيرستاو طبعا في فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا لو حضراتكم فاكرين، والدوري المصري اتكلم الموسم الماضي، وارقام بيرستاو كبيره، ارقام بيرستاو كبيره جدا مع النادي الاهلي ومميزه، وقصه بيرستاو اصلا مع النادي الاهلي مختلفه، لان بيرستاو جه وفترة موسيماني كان مآمن بيه جدا، وبعدين ناس كتيرة كانت تقول لك هو موسيماني ماله متمسك ببيرستاو، وناس كانت تقول لك يا جماعة ما تغيروا لنا بيرستاو، طب ايه صفقة بيرستاو دي من الأول؟ التشكيك اللي موجود في كل تقريبا الموسم سواء ميركاتو صيفي او شتوي هتلاقيه برضو موجود، لكن بيرستاو من اللعيبه اللي بحترمها، لان ممكن ناس تشكك فيه
وحقهم يعني حق اي حد يشكك فيك، بس دايما خلي ردك على الارض. يعني الواحد ما يطلعش يدافع عن نفسه، لا يا جماعه اصل حتى النادي الاهلي ما طلعش، ولا احنا في الاعلام ولا في قناه النادي الاهلي على فكره طلعنا قلنا يا جماعه لا دي صفقه هايله وبيرستاو ده مش عارف ايه خالص. احنا دايما بنسكت، دايما بنلتزم الصمت، لان الرد عندنا بيكون على الارض، ودي قوه انك ما تردش الكلمه بكلمه، انك ما تردش الاتهام بدفاع عن النفس. انت مش محتاج تدافع عن نفسك، طالما اسمك موجود مع النادي الاهلي تاكد ان انت تليق او تليق بهذا. اوقات بيحصل ان في دروب لبعض اللعيبه لما بيجوا، بياخدوا فتره طويله شويه على التاقلم، على المهارات بتاعتهم والفنيات المطلوبه انها تظهر. طبعا انا مش هطلع ان انا اقول كلام يعني لا يصدق، لازم الواحد يبقى منطقي برضه، بس في الاخر انت بتتاكد ان النادي الاهلي بيتصرف صح. لو فعلا لقى ان في لاعب فعلا مش قد ولا قدر فنياته النادي الاهلي بيتصرف من غير ما يظلم هذا اللاعب في نفس الوقت. وعلى الصعيد التاني ناس كتيره جدا ولاعيبه كتيره جدا على مدار السنوات الماضيه كانت بتنتمي للنادي الاهلي وما اظهرتش يعني المهاره بتاعتها في الاول، لكن بعد كده قدرت ان هي تثبت نفسها، وبيرستاو من اللعيبه دي. عشان كده انا بقول معجبه جدا بهذا اللاعب، لان هو فعلا ما كانش بيلتفت لاي انتقادات، ما كانش بيفرق معاه اي كلام، ما فيش مثلا كلام او تصريح او غيره شككه في نفسه او في قدراته ولا زعله حتى. دايما بنشوفه متواجد، دايما بنشوفه بيبتسم في الملعب، وبنشوفه افضل من يعني مستويات يمكن كانت ماضيه ما كانش فيها الافضل، لغايه لما وصل دلوقتي ان هو بيتنافس على جائزه كبيره كمان على المستوى الافريقي. فبالتوفيق لبيرستاو، نتمنى كل ان شاء الله من هو ينتمي للنادي الاهلي ان هو يحصل باذن الله على كل الجوائز، جائزه كمان افضل منتخب هنا بنتكلم بقى في القاره. خلينا نقول امر طبيعي شويه ان هو يروح او يكونوا المرشحين هنا السنغال والمغرب، لان هم بصراحه الاقدر بحصد اللقب ده، وده مش من فراغ. لو هنيجي نتكلم شويه، السنغال والمغرب قدموا بجد مستوى مميز جدا في المونديال، وشفنا كل ده وتابعنا، كنا فرحانين. وتحديدا هتكلم عن المغرب اللي هو عندك يعني دلوقتي كوره او خلينا نقول منتخب عربي فعلا بيتالق بهذا الشكل، فعلا بيتطور بهذا الشكل، ده شيء محترم جدا، بينافس منتخبات كبرى لانديه كبرى لبلاد عندها ماديات رائعه وفي حته تانيه تماما ومتفوقه عليه كمان في الكوره تحديدا بسنوات طويله. فكون ان المغرب دلوقتي يتكلم في ان هو بينافس على المستوى الدولي وبهذا الشكل، لا شابوه للمغرب تحديدا. المغرب طبعا انا من الناس المعجبه جدا بتجربه المغرب في كره القدم، وكمان فكره ان انت عندك مديرين فنيين محليين، وفكره ان انت عندك نجاحات مش بس في الفريق الاول ولا على مستوى بس المنتخب، لا انت عندك في الناشئين وعندك على مستوى كره القدم النسائيه. كره القدم النسائيه هرجع اقول تاني المنتخب بتاعهم من التوب 10 في العالم، فواضح ان التجربه المغربيه فعلا تجربه ناجحه بشكل كبير جدا. هنرجع نقول هو فعلا احنا ممكن نقول نتمنى نوصل لهذا المستوى للمغرب اللي المغرب كنا سابقينها لو هنرجع ل 2010 بسنوات طويله جدا، للاسف ده اللي احنا هنقوله دلوقتي على مستوى المنتخب، لكن نتمنى الوضع يختلف الفتره اللي جايه. انا مش عايزه اتكلم دلوقتي في الملف ده، لكن للاسف الشديد في بعض الاحيان لما هتتكلم عن المجد بتاعك بتتكلم او بترجع فيه للماضي، وده اللي بيزعل شويه، بس ده حاليا معانا وعلى صعيد المنتخب للاسف ان هو واقع. يعني نتكلم عن المنافس الثالث وهو منتخب جامبيا، وهي مفاجأة بصراحة، مفاجأة إفريقيا خلينا نقولها في كأس العالم تحديدا للشباب. أما جايزة هنا بقى أفضل مدرب انحصرت بين الثلاثي، زي ما كنت بقول طبعا المغربي وليد الركراكي هذا المدرب او المدير الفني المحلي الاكثر من رائع، مدرب منتخب المغرب على فكره سنه صغير جدا، وهو كمان اقرب الاسماء الممكن على فكره يعني تكون مرشحه وممكن تفوز كمان بهذه الجائزه. عندك كمان السنغالي سيسي مدرب منتخب السنغال برضو من المدربين والاشخاص الثقيله جدا والاذكياء جدا واللي عندهم فعلا فكره تطوير الكرة، أنا برضو بحترم جدا سيسي. والجزائري عبد الحق طبعا بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق. ومن وجهة نظري لو أنا هتكلم، أنا كان نفسي مارسيل كولر كمان إن هو يكون ضمن يعني التوب 3 دول أو المرشحين، لأن ده كان موجود، يعني ده كان أصلا موجود وكان متواجد على القائمة. لكن على كل حال يعني عبد الحق برضو بن شيخة هو دلوقتي اللي يمكن حل محله، لكن هنرجع ونقول تاني
مارسيل كولر من اللعيبه، عفوا من المديرين الفنيين ومن الاشخاص ومن اللعيبه السابقين يعني اللي ليهم فكر كويس جدا واللي عملوا كتير مع النادي الاهلي. دلوقتي معظم الناس او البعض مش كلهم اهلاويه يقول لك طب هي دلوقتي كولر مشكلته ايه مع النادي الاهلي؟ طب هو كولر ليه مش بيقدم موسم زي الموسم اللي فات؟ على فكره كولر هو كولر الموسم اللي فات، اللي طلعك بخمس بطولات، اللي عمل تطوير لمعظم اللعيبه اللي عندك، اللي اعاد تاني احياء الروح الموجوده عند اللعيبه، الدوافع اللي كانت ميته الى حد كبير جدا بعد الموسم اللي قبل اللي فات اللي كان يعني واحد من المواسم السيئه جدا على النادي الاهلي. كولر قدر يخرج لعيبه وارقام من موسم صعب جدا لموسم تاني كان استثنائي بشهادة الجميع، خمس بطولات وتطوير وتحسين في الكورة والجماهير حبته جدا واقتنعت بيه جدا. هذا الموسم ربما فيه تذبذب شوية، لكن ده ما يمنعش ان انت لازم تقول ان مارسيل كولر وتعترف مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي عدوا على النادي الاهلي ولسه طبعا عنده كتير جدا، فعلا فعلا مميزين وفعلا هيقدموا لسه كتير جدا. فانا بس اتمنى ان الناس اللي بتحكم بالقطعة تغير شوية طريقتها، لأن ده مش أسلوب ذكي ومش أسلوب منطقي إن أنت تحكم على الشخص بالقطع. تلاقي البني آدم ده مثلا مقدم لك حاجات كتيرة جدا وثلاث أربع ماتشات مش الأفضل، فنقول لا الراجل ده مش كويس. ما بتتحسبش كده أبدا. على كل حال خليني أكمل لأن لسه معانا يعني ترشيحات كتيرة جدا. عندك كمان جايزة أفضل هنا حارس مرمى بيتنافس عليها طبعا حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، اللي عنده برضه فرصة يعني نقول مقبولة في الفوز بيها بإذن الله معاه حارس منتخب المغرب ياسين بونو، برضه نجم كبير ما نقدرش ان احنا ننكر، ايه نجم كبير واسم كبير ولاعب تقيل جدا رغم برضه صغر سنه، لكن برضه هو صاحب، خلينا نبقى فار او خلينا نبقى منطقيين، صاحب الفرص الاكبر لانه هنا كسب بقى الدوري الاوروبي كمان مع اشبيليا طبعا الاسباني. والحارس الثالث برضه خليني اقول لحضراتكم هو عنده فرصه كبيره جدا، الكاميروني اونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الحالي، ولكن طبعا تم ترشيحه برضه لان هو وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا النسخه الاخيره مع انتر ميلان. فليه بنقول كده؟ لان الشناوي طبعا فرصه على مستوى الانديه مختلف شويه، هناك بيتحسب بطرق مختلفه، هم بيلعبوا مع انديه يعني ودوريات كبرى، فالوضع هنا شويه ليه حسابات اخرى. لكن لو هنيجي نتكلم عن اللاعب كلاعب، محمد الشناوي لا يقل ابدا. محمد الشناوي عايز اقول لحضراتكم للي بيتابع الصحف العالميه وبيتابع الصحف العربيه مش بس محليا، حضراتكم شوفوا محمد الشناوي بيكتب عليه ايه، انا بتكلم بجد، كل ده موجود على تويتر موجود على الصحف. محمد الشناوي ناس كتيره جدا 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 بتطلع في استوديوهات تحليليه بتتحدث عنه لما بيكون في مباراه يعني تستدعي ده، بيكون على مستوى المنتخب او يعني في مباراه في كاس العالم للانديه او غيره. فلا محمد الشناوي بيكتب عنه كلام محترم جدا وده موجود برده، هرجع اقول تاني عشان محدش يفتكر ان احنا بنالف من دماغنا يعني. فبالتوفيق للشناوي، بالتوفيق لكل باذن الله يعني خلينا نقول كل من ينتمي للنادي الاهلي، نتمنى إن شاء الله الرصيد الأكبر يكون ليهم. وجايزة هنا كمان أفضل هدف مرشح زي ما كنا بنقول كهربا، وكهربا برضو من اللعيبة اللي بحب فيها إن هو برضو لا يلتفت لأي انتقادات أو أي هجوم، لأن هو تعرض في فترة ما لهجوم شديد جدا وحضراتكم أكيد عارفين، لكن هو برضو من اللعيبة اللي ما بتلتفتش. بالعكس في ناس الهجوم معاها بيجيب قوة، بيجيب إصرار، بيجيب نجاح بالمناسبة. يعني كل ما تنتقدني أكتر، كل ما تقلل مني أكتر، كل ما تشكك مني أكتر، على فكرة أنت بتدفعني للنجاح. كهربا كده، كهربا انتقده هتجيب منه احسن نتيجه. فطبعا الجول اللي هو مرشح ليه اللي في مرمى الهلال السوداني يعني اللي كسبنا كمان في المباراه دي 3-0، وهو كان الهدف الاول بتاع كهربا يعني اعتقد برده كان هدف رائع جدا. كمان هدف التونسي كريستو في كاس افريقيا للشباب مش هننساه مع منتخب تونس في مرمى كان زامبيا، وهدف محمود صابر لاعب فريق بيراميدز اللي سجله مع المنتخب الاولمبي في مرمى منتخب المغرب في نهائي بطوله افريقيا للشباب. كلها حاجات بنرجع لها يعني، بس كلها برضو بنتقال يعني او بيتقال عليها اجوال، لكن طبعا بتفضل في التاريخ وبتفضل في الذاكره. فبالتوفيق وان شاء الله يعني نقول لحضراتكم النتائج بقى بكره ايه اللي حصل بالظبط، بس باذن الله يكون النادي الاهلي عنده رصيد كبير من الفوز. خليني بقى دلوقتي اروح لملف مختلف شويه وهو الاستعدادات بقى لكاس العالم للانديه، والاهلي عنده اول مواجهه
باذن الله الجمعه اللي جايه مع الفائز من مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي. وناس كتير قالت لك يا جماعه نفسنا اوكلاند سيتي هو اللي يفوز لان اتحاد جده تقيل جدا، لعيبه يا جماعه عالميه، لعيبه انت بتتكلم في اسماء يعني الواحد اصلا لما بيقول اسمهم بيخاف. الكلام ده كله ممكن يكون وارد، بس ستيل برضو هو انت ما لعبتش مثلا انديه كبرى او ما لعبتش اسماء كبيره قبل كده كنادي اهلي؟ لا لعبت وبرضه وصلت ليه مراكز محترمه جدا، فما فيش مشكله يعني ما فيش مشكله. قوه المنافس بتاعي يبقى عامل ازاي؟ انا كده كده النادي الاهلي زي ما انا مش بقول ان انا سوبر هيرو، ما عندي كل الناس ما بتخسرش، ولا بقول ان انا مستواي اضعف من ان انا برضو اواجه اتحاد جده ولا اوكلاند سيتي ولا ريال مدريد ولا مان سيتي. عادي على فكره يعني ابس اند داونز. برشلونه بحجمها لما كان عندها افضل النتائج وميسي كان موجود فيها وغيره وغيره وغيره، مين كان يتوقع في فتره ما تحديدا من 2019 حتى هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها ان برشلونه هيبقى بهذا المستوى؟ يعني هي دي حال الدنيا خلينا نقول، او حال كره القدم تحديدا. عادي جدا على فكره، منتخبات كانت ولا تحلم ان هي توصل لكاس العالم اصلا، وصلت وكسبت، فمفيش حاجه مستحيله. الواحد بس ما يقللش من نفسه وفي نفس الوقت يبقى عنده ثقه اكتر من كده. فبالتوفيق ان شاء الله. احنا زي ما كنت بقول لحضراتكم هنلاعب طبعا اللي هيفوز. كمان قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بتكليف المهندس خالد مرتجي هنا امين الصندوق، وبرئاسه البعثه يعني المتجهه للمملكه العربيه السعوديه النهارده باذن الله يوصلوا بالسلامه للمشاركه بقى في بطوله كاس العالم للانديه 2023. وحرص خالد مرتجي على التنسيق الكامل بقى مع كابتن خالد بيبو ومدير القرعه عشان يرتبوا كافه الامور الخاصه بالبعثه وغيره، خاصه الاقامه والملاعب والتدريب والكلام ده كله، وسائل الانتقال، كل دي امور تبقى صغيره لكن بتفرق، ولو كل ما تعملها بجوده افضل كل ده ما بيعود بالراحه على اللعيبه، ويبقى في نفس الوقت نتائجه افضل كمان بدنيا وذهنيا في المباراه. فباذن الله تكون رحله موفقه للبعثه، ونرجع يا رب بميداليه باذن الله. نحن مش اول مره يعني هروحنا ورجعنا كتير بميداليات، فباذن الله يقرر او تقرر تاني هذه الامور والمناسبات الحلوه اللي احنا بنتمناها وبننتظرها من لاعبتنا من النادي الاهلي. في كمان خبر مهم جدا، الكابتن محمود الخطيب كان حرص على لقاء فريقي هنا ناشئين وناشئات ال 18 سنه لكره السله والاجهزه الفنيه بتاعتهم والاداريه، وده تقديرا طبعا زي ما تابعنا الفتره اللي فاتت اللي قدموه من نتائج كانت مميزه جدا في بطوله دوري المرتبط، وتحقيق الفوز في كل المباريات اللي خدوها وخدها هنا الفريقين بالبطوله، فمستوى محترم جدا، لعيبه محترمه جدا بجد، شابوه والف مبروك علينا جميعا. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. كانت لفتة طيبة من الكابتن محمود الخطيب، كنا سعداء بهذا التكريم. نحن هنا نحتفل بتحقيق بطولة دوري مرتبط للشباب، وأيضا نحتفل بالأداء الرائع لفريق المرتبط بنات حتى الآن. كانت هناك خطة موضوعة منذ 5 أشهر مضت، وبذلنا قصارى جهدنا لنحقق أهداف الخطة، ولهذا أنا فخور بفرق المرتبط. جزء مهم من عملي هو إعلاء روح التعاون لفرقة المرتبط والعمل على تنمية مهارات اللاعبين وإحراز تقدم في مستواهم ليكونوا على قدر التنافسية وإعدادهم للفريق الأول، وهذا ما نحاول فعله. ده شرف لينا النهاردة أن احنا نكرم من كابتن محمود الخطيب، بداية موسم قوية الحمد لله، ربنا كرمنا، يمكن فريق مرتبط ربنا كرمه الحمد لله، كسبنا ماتشين للأسف احنا بس مرتبطين بالدرجة الأولى فما حصلش توفيق، وده وارد جدا. السنة اللي فاتت الدرجة الأولى واخدة كل البطولات تقريبا، السنة دي الحمد لله الفريق عمل شغل عالي جدا وتعب جدا معانا، وكان في تحديات كبيرة جدا، وربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا النهائي وعملنا اللي علينا، وبدليل ان الكابتن خطيب النهارده بيكرمنا، وده بالنسبة لنا في حد ذاته بطولة لوحدها. كابتن خطيب وجه لنا طبعا كلام، وجه للعيبة نصايح،
الموضوع مش قصة بطولة ولا ماتش كسبته، القصة الحكاية كلها بتبدأ من دلوقتي. احنا عندنا بطولتين، عندنا بطولة المنطقة وبطولة الجمهورية، وان شاء الله بإذنك يا رب احنا وعدنا كابتن خطيب كابتن خالد العودي ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب بطولتين، وان شاء الله بإذن الله آخر موسم كابتن محمود وعدنا ان هو هيقابلنا تاني ويكرمنا تاني ان شاء الله بإذن الله بالكاسين بإذن الله. انا شايفة ان هو بيدينا سبورت وثقة في نفسنا، يعني ان احنا نأدي احسن وان احنا ما نزعلش، يعني ان احنا ما اخدناهاش في الاخر، احنا عملنا اللي علينا، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في المنطقه والجمهوريه الجايين ان شاء الله. طبعا انا مبسوطه جدا ان كابتن محمود الخطيب بنفسه جه كرمنا، ده شرف لينا، وطبعا بيدينا حافز ان احنا نكمل وناخد كل البطولات، وده شرف لينا طبعا. يعني صراحه احنا كلنا مبسوطين جدا، وكلنا كان نفسنا الصراحه نشوفه ونتصور معاه وكده ونسلم عليه، الصراحه احنا بنحبه قوي. يعني مبروك للنادي الاهلي، طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا التكريم من كابتن محمود، قامه كبيره جدا لاسطوره النادي، حاجه كبيره للاولاد في السن ده، وان شاء الله ان شاء الله نفضل مشرفين، ويعني مشرفين النادي في البطولات الجايه باذن الله. اولا بالنسبه للتكريم بتاع كابتن محمود، ففعل كل اللعيبه كانوا منتظرين انهم بس يتصوروا مع كابتن خطيب، كابتن خطيب قال لهم على شوية نصايح لو اتبعوها هنكسب كل البطولات إن شاء الله. أما بالنسبة للصعوبات، إحنا عندنا أول الموسم ابتديناه ولقينا 4 لاعبين أساسيين سافروا أمريكا، فبالتالي يعني لازم نجهز لعيبة تانيين مكانهم، وهم أصلا يعني كانوا جاهزين يعني. الحمد لله ربنا كرمنا ولعبنا الماتش النهائي بتاع المرتبط وما عندناش ولا اصابه. اولا بحب اشكر كابتن محمود خطيب، دي لفته حلوه جدا منه، اللعيبه كلها ما كانتش مصدقه ان كابتن محمود خطيب هيكرمهم، ما حصلتش قبل كده لاي فرقه من الفرق الصغيرين، فلازم نشكره على اللفته دي. ثانيا الحمد لله على البطوله، احنا بطوله صعبه جدا من أولها، كل الماتشات صعبة، كل الجيمات كانت في الملعب، وإحنا مرينا بظروف أن في لعيب 2 لعيبة سافروا، فدخلنا بالتيم مش كامل، بس الحمد لله اللعيبة اللي عندنا كانت رجالة، وكابتن محمد تعب جدا مع الفرقة، وكابتن كريم، وكابتن أحمد حسب النبي، وكابتن مودي الجرحي طبعا هو اللي عامل كل الشغل معنا بصراحة، كل حاجه بنطلبها بتكون خلصانه، دي حقيقه، فلازم نشكر الجميع بصراحه، واللعيبه الحمد لله طلعت رجاله وقدم مسؤوليه. طبعا هو كان حاجه مفيده لينا ان نقعد مع كابتن زي كابتن الخطيب ويقول لنا نصايح ومعلومات اللي عنده عشان يفيدنا بيها، وطبعا فادنا كتير. طبعا احنا عملنا اكتر حاجه عندنا عشان نقدر نعمل انجاز زي ده ونكسب من غير ولا خساره ونساعد الفيرست تيم، طبعا دي يعني اقل حاجه نقدر نعملها، واحنا اشتغلنا كتير اول السنه. كان شرف لينا طبعا ان هو يكرمنا، واحنا طبعا انبسطنا جدا ان هو جه يكرمنا، واحنا اجتهدنا عشان نوصل اللي احنا نتوج. قال لنا اللي احنا يعني انا طبعا لازم اسمع الكلام اللي هو قاله، وده كلام مهم اللي احنا نركز فيه. هو كان قال لنا اللي احنا نقرب من ربنا ونبعد عن الحاجات اللي ممكن تلهينا عن الرياضه. الحمد لله طبعا احنا تعبنا كتير قوي، كل ده بفضل المدير الفني وكل الجهاز الفني بتاعنا، كل الفريق كله تعب من اصغر واحد لاكبر واحد، الحمد لله كسبنا، الحمد لله ربنا وفقنا في كل الماتشات. طبعا تكريم النهارده ده يعني حاجه كبيره جدا، كابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره ولازم نتعلم منه، وكمان كان كلامه كبير قوي، بس والحمد لله كسبنا المرتبط يعني الحمد لله. طبعا شرفنا ان احنا نكسب بطوله كبيره زي دي، وتشرفنا اكتر ان كابتن محمود الخطيب هو اللي كرمنا بنفسه، حاجه تفرحني جدا يعني ان انا اعرف ان في اهتمام علينا زي ما في اهتمام على الفرقه الكبار. طبعا شرف لينا كبير جدا كابتن محمود الخطيب يجي يتكلم معنا ويدينا من خبراته، ادينا خبرات كتير ان احنا ما ندخلش غرور جوانا ولا التكبر، وان احنا نمشي على رتم واحد عشان ان شاء الله نكمل على البطولات، ناخد كل البطولات بيت الموسم. الحمد لله احنا تعبنا، وبنشكر الجهاز الفني كله من كابتن داني، كابتن محمد اشرف، كابتن مودي الجرحي، والفرقه بسم الله ما شاء الله احنا عملنا كل اللي علينا، والزياره اللي كابتن محمود الخطيب عملها لنا دي شرف لينا كلنا وشرف لاي حد في النادي الاهلي، ادانا كتير من خبراته، وباذن الله نكسب من نهايه الموسم ونعمل زياره ثانيه ان شاء الله. هنرجع نقول تاني الدعم المعنوي بيبقى مهم جدا لاي شخص بقى،
لاعب مش لاعب، بني ادم ما بيعملش حاجه في حياته، ما بيشتغلش، قاعد في البيت، الدعم المعنوي من اللي حواليك بيبقى مهم جدا، وفكره التقدير بيبقى مهم جدا، حتى تقدير الاشخاص اللي بيعملوا لك ابسط الامور او بيساعدوك في ابسط الحاجات في حياتك. الواحد لما بيتقدر بيدي اكتر مش لما بينتقد. فقصه ان انت عندك كابتن محمود الخطيب وبهذا المشهد، على فكره المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده وحضراتكم عارفين ده ومتابعين معانا بقالكم سنين طويله جدا، ما بيحصلش بس لما الفرق بتفوز، بيحصل والقعده دي بتحصل حتى والفرق في أسوأ حالاتها، والفرق في أسوأ حالاتها بتلاقي كابتن محمود قاعد ومشاكلكم ايه وبيحصل وبنصور وبنعرض لحضراتكم وبيتكلم مع الناس وبيتكلم مع المديرين الفنيين والجهاز الفني لاي رياضه، واي لاعب عنده مشكله ايه المشكله نحلها ازاي، محتاجين تدعيم نجيب، محتاجين صفقات نجيب، في ازمه جوه نجيب، نغير مدرب، نشوف ايه المشكله، كل ده بيتكلم فيه الجهاز وبيتكلم فيه مجلس الاداره وبيتكلم فيه كابتن محمود الخطيب مع كل. فمش بس وانت ناجح وانت في احسن حالاتك احنا بنكرمك او موجودين، لا، في حالاتك السيئه احنا جنبك، وفي حالاتك القوه او النجاح او الدعم الكبير بنبقى موجودين برضو. فده المشهد اللي بيكون داخل النادي الاهلي، فحاجه محترمه جدا. وخليني اقول لحضراتكم بجد برضو السله في النادي الاهلي في حته تانية، يعني اللعيبه دول سواء على مستوى الفريق الاول على مستوى الناشئين هنا او هنا، لا بجد مقدمين شغل محترم جدا. وانا دايما بهتم بالناشئين، يعني ممكن الفريق الاول في اي رياضه يكون مش في افضل حالاته، تمام ده الوضع الحالي دلوقتي، بس الناشئين دول لو في أسوأ حالاتهم او المستوى بتاعهم زي ما هو ثابت او ما فيش اي تطوير، في احباط، ما فيش دوافع، ما فيش روح موجوده، لا اعرف ان مستقبلك في الرياضات دي سيء جدا، لان ده الاساس. فاحنا الحمد لله نقدر نقول على مستوى الناشئين وعلى مستوى الفرقه الاولى في كتير من رياضات الصالات تحديدا في النادي الاهلي رائعين رائعين، مشاهد حلوه، حلو انت يبقى عندك 15 16 17 18 سنه والله اي سن حتى، وبتقعد وبتسمع الكلمه الحلوه لما بتقدم حاجه محترمه. خلي بال حضراتكم هو مش فكره يعني رئيس مجلس اداره النادي الاهلي داخل بيقعد بيتكلم مع الناس، القصه مش كده على فكره، لا دي ليها قيمه كبيره، وخصوصا لما انت تبقى شخص محبوب ولا شخص كمان قدوه، وناس كتيره من الاجيال دي يمكن ما عصرتش طبعا، يعني احنا ما عصرناش كابتن بيب وهو بيلعب، لكن الناس دي عارفاه اسما وعارفاه تاريخا وعارفه قد ايه للكره المصريه وللنادي الاهلي وللمنتخب، فشخصيه محبوبه وقدوه للشباب الصغير، وكمان هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، فانا بلعب في النادي الاهلي وانا بحب النادي الاهلي وبنتمي للكيان، فبشوف الراجل اللي هو رمز هذا الكيان في الوقت الحالي، شوف قد ايه بيدعمني وقد ايه بيتكلم معايا وقد ايه عنده وقت عشان يسلم عليا وعشان يشوف مشاكلي وعشان يعني يقول لي شكرا على المجهود اللي انا قدمته. على فكره دي كبيره قوي كبيره قوي، يعني مر بيها قبل كده هيفهمني. فبالتوفيق، وبنشكر الناشئين عندنا في السله، وبنشكر كل ابطالنا على كل رياضات ومستوى الرياضات، فعلا مقدمين كان موسم فات او موسم ماضي اكثر من رائع، نتمنى ان شاء الله هذا الموسم كمان وكل المواسم اللي جايه كمان يكون فيها هذا النجاح وهذه النجاحات اللي بنفخر بيها كلنا وكل من ينتمي حقيقي للنادي الاهلي. هنفخر بقى أكتر للخبر اللي جاي لما نتكلم فيه بالتفصيل شوية، لأن الحمد لله برضو في استفتاءات محلية هنتكلم شوية، وواحد من أكبر الاستفتاءات الموجودة حاليا واللي بيبقى على مستوى كل المجالات في مصر وبيبقى ليها تكريمات كبيرة جدا وبيبقى ليها تغطية رائعة جدا وسبونسرز تقال جدا وناس بتتابعها من الوطن العربي مش بس من الداخل، وبيبقى فيه ضيوف كمان بيجولنا من الوطن العربي وبيحضروا معانا، وهي حفل طبعا الفائزين بجوائز مهرجان وشوشة اللي فعلا ضم نجوم عندك الرياضة والفن والإعلام، وكان في تكريم عظيم جدا لقناة النادي الأهلي كأفضل قناة رياضية، ودي على فكرة بالمناسبة مش أول سنة لينا الحمد لله رب العالمين، فزنا بيها قبل كده واستلمها طبعا كابتن إيهاب الخطيب، وتكريمي طبعا ليا الشرف وسعيدة جدا بهذا التكريم نهاوند سيري كأفضل مقدمة برامج وأفضل إعلامية رياضية، يعني أعتقد ده شيء يسعدنا كلنا. وهرجع أقول تاني النجاح ما بيكونش وليد شخص لوحده،
انا عشان بشتغل في منظومه ناجحه وبشتغل مع النادي الاهلي وفي حاجه اسمها جماهير النادي الاهلي اللي بتدعم واللي بتقف معاك. وشوفوا حضراتكم بس حطيت البوست على تويتر وعلى صفحاتي الناس قد ايه سعيده والناس بجد من قلبها كان حد من بيتهم هو اللي فاز، كان حد من ابنهم بنتهم هي اللي فازت. فده شعور جميل وشعور رائع جدا وانا ببقى سعيده. وعلى فكره ده بيحملك مسؤوليه اكبر لان النجاح نرجع نقول سهل لكن الحفاظ عليه هو اللي صعب. وفي نفس الوقت انا قلت الجمله دي امبارح وهقولها تاني، كل من ينتمي للنادي الاهلي فهو ناجح بطبيعه الحال. التقرير معانا جاهز يا جماعه، خلينا نروح نتابع. برحب بيكم طبعا قناه النادي الاهلي الاول بيتنا، وسعيده جدا ان ده التكريم الثاني ليا مش الاول الحمد لله على مدار يعني 3 سنين دلوقتي بتكرم مرتين. ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. مجال الرياضه زي ما كنت بقول مجال جديد، بس قصه ان انا الحمد لله ادخل مجال جديد وانجح فيه مع قناه الاهلي كمان اعتقد ده شيء كبير جدا. وعايز اشكر جماهير النادي الاهلي لان هم اللي ليهم دور كبير جدا في فوزي للمره الثانيه لافضل مذيعة رياضه، طبعا نشكرهم جدا ودايما بالتوفيق لينا جميعا وللنادي الاهلي يا رب. اهلا بيكي واهلا بكل مسؤولي ومشاهدي قناه الاهلي، القناه انا دايما بعتبرها يعني بيتي وبيت الاهلاويه كلهم. الله يبارك فيكي والحمد لله. التكريم ده بيبقى نوع من انواع التقدير اللي الواحد بينتظره علشان الاحساس بس انه في حد مقدر الجهد اللي انت بتبذليه او في حد شايف التعب اللي انت بتعبيه او المجهود اللي بيطلع من اجل الناس. فالتكريم ده انا ما بشوفوش فرحه بقدر ما هو حد شايف اللي انت بتعمليه وان جهدنا ما بيروحش هدر وان في حد بيشاور لك وبيقول لك احنا متابعينك وبنأيدك وكمل في المشوار ده. فانا بعتبره تكريم من اجل التقدير ومن اجل كمان رساله لاستكمال المشوار يعني. من نجاح لنجاح ان شاء الله لينا جميعا يا رب. والمجهود اللي الواحد فعلا بيبذله ويمكن في حاجات ما بتبانش على الهوا لكن في كواليس كتيره جدا وضغوطات وابس اند داونز ومشاكل وحاجات بتتحل وحاجات كتيره، بس الحمد لله بتترجم في الاخر او المجهود بيترجم بنجاح بتقدير. ده بيفرق بشكل كبير جدا وهرجع اقول تاني كله علشان فعلا انت بتنتمي لمنظومه في الاول في الاخر اكيد ناجحه. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الأهلي مع كاس العالم للأندية ويشرفنا كالعادة بإذن الله. التحدي هيبقى صعب طبعا هذا العام أو هذا الموسم لكن إن شاء الله احنا واثقين أن النادي الأهلي قدها بإذن الله. نتابع دلوقتي أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة زي ما احنا متعودين، ومراسلتنا مريم سميح موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، خلينا نروح لها ونعرف منها آخر المستجدات. مريم بونجور، صباح الهنا وسامعينك طبعا، اتفضلي. بصبح عليك يا نهاوند وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون معانا فيها كل الامور والمستجدات الخاصه سواء بالفريق الاول لكره القدم او ايضا الفرق الرياضيه الاخرى. خلينا نبدا طبعا بالفريق الاول لكره القدم اللي خلاص يعني يمكن مران النهارده بدا في تمام الساعه 10 بالفعل على ملعب مختار التتش، ده استعدادا طبعا للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه النهارده طبعا يا نهاوند. بعد ما المران هينتهي من او بعد يعني اللاعبين والفريق ما ينتهوا من المران هيتوجهوا مباشره للمطار طبعا للتوجه الى السعوديه للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه اللي هتقام في الفتره من يوم 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري. طبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي هينتظر الفائز من مباراه أوكلاند سيتي نيوزيلندي واتحاد جدة السعودي، وأول مباراة للنادي الأهلي رسمية هتكون يوم 15 من ديسمبر الجاري. خلينا نقول إن يعني امبارح كان في اجازه من المران والنهارده بيستأنف المران زي ما انا قلت لك يا هوند، خلاص يعني بدا في تمام الساعه 10 صباحا، والحقيقه انه بيشارك فيه جميع اللاعبين سواء بقى اللي شاركوا في مواجهه شباب بلوزداد او الذين لم يشاركوا. خلينا نقول ان مران اول الامس كان يعني لكل اللي شاركوا في مباراه شباب بلوزداد كان لتخفيف الحمل البدني، ولكن النهارده بقى كله هيشارك بشكل اساسي طبعا فيما عدا المصابين اللي يعني بيقوموا بتدريبات خاصة على هامش المران سواء في الجيم أو العلاج الطبيعي، وأكيد طبعا يعني أغلب حالاتهم مطمئنة وهينضموا للتدريبات الجماعية بشكل يعني طبيعي ومستمر عقب عودة الفريق من السعودية والمشاركة في كأس العالم للأندية. بنتمنى كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم في مشاركته في كأس العالم للأندية. خلينا بقى نروح لكل الفرق الرياضية الأخرى وبدايتنا النهاردة مع فريق الماسترز طبعا أو رجال
الكرة الطايرة. الحقيقة ان هم بعد ما فازوا على بتروجيت اول امس في الدوري ودي المرحلة الثانية من بطولة الدوري طبعا المصري، خلينا نقول ان قبلها كمان كانوا فازوا على نادي بتروجيت. الحقيقة ان هم بيستأنفوا تدريباتهم بشكل مستمر وان هم كانوا موجودين النهاردة، كان مرانهم في الصباح الباكر كانوا موجودين الحقيقة يعني منذ الساعة 8:30 صباحا او 9 صباحا لاستئناف تدريباتهم بشكل مستمر، ده طبعا يعني استعدادا لمباراة يوم السبت ان شاء الله امام نادي الترسانة واللي هتقام في تمام الساعة 8 مساء على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي هنا بالجزيرة. ايضا سيدات الطايرة عندهم مواجهة في منافسات بطولة الدوري هتكون امام وادي دجلة على صالة الشهداء ايضا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة، هتقام في تمام الساعة 6 مساء، ده هيكون الاسبوع المقبل ان شاء الله تحديدا يوم الاثنين المقبل. خلينا بقى نروح لكرة السلة والبداية مع سيدات سلة الأهلي طبعا، يعني يمكن كانت آخر مباراة ليهم يا نهاوند كانت مباراة بطولة وكان كأس السوبر المصري اللي فازت بيه طبعا سيدات سلة الأهلي على حساب نادي الجزيرة، تحديدا كانت المباراة دي أقيمت في يعني يوم 20 نوفمبر يعني من حوالي 3 أسابيع. من بعدها الحقيقة إن ما كانش فيه أي منافسات رسمية ولكن الفريق كان بيستأنف تدريباته بشكل مستمر منذ 20 نوفمبر الماضي، وطبعا هيعود مرة أخرى للمنافسات في بطولة منطقة القاهرة، دي هتكون أول مواجهة ليهم بعد غد إن شاء الله الأربعاء وهتقام في تمام الساعة 4 عصرا على صالة استاد القاهرة، وده هيكون إن شاء الله بعد غد الأربعاء. يعني خليني أقولك إن بعد مباراة مصر للتأمين هيواجهوا بعديها هليوبلس ونادي الشمس وبعديها نادي الجزيرة. بنتمنى كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي في مواجهتهم إن شاء الله بعد غد امام مصر للتأمين، ويعني نتمنى ان هم يفوزوا ببطولة منطقة القاهرة وتبقى تاني بطولة في السيزن ده بعد كأس السوبر اللي حصلوا عليه في يوم 20 نوفمبر الماضي. خلينا بقى نروح ل يعني يمكن برضو فريق الناشئين والناشئات بيحققوا نتائج كبيرة جدا زي ما احنا شفنا طبعا نهاوند، واكيد انت استعرضتي اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي مع ناشئين وناشئات طبعا فرق السلة، وشفنا اكيد كان كلام مهم جدا وسبورت ودافع مهم جدا للامام خاصة بعد ما هم حققوا نتائج كبيرة خلال الفترات الماضية، ويمكن يعني هذه بعد هذه الكلمات برضو احنا معانا نتائج كبيرة ليهم جدا، والبداية مع شباب سلة الاهلي 20 سنة اللي قدروا ان هم يفوزوا على الطيران بنتيجه 68-31، ده ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. ايضا ناشئات الاهلي 16 سنه قدروا ان هم يحققوا الفوز على نادي الشمس بنتيجه طبعا 65-27، وده فرق سكور كبير جدا، يعني ده ايضا ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. بالنسبه بقى لفرق اليد الحقيقه ان بعد طبعا فوز رجال يد الاهلي بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، شفنا طبعا مباراة يعني يوم السبت الماضي اللي أقيمت في الإمارات كانت مباراة كبيرة جدا على حساب نادي الزمالك. الحقيقة أن بعد عودة البعثة من أكيد الإمارات الحقيقة أن هم عادوا مساء أمس الأحد، الحقيقة أن هم هيستمروا بقى أو هيستأنفوا تدريباتهم أيضا بشكل مستمر، ولكن الحقيقة مش هيكون في أي منافسات لفريق اليد الأهلي علشان أكيد طبعا عدد من الفريق هيشارك في منتخب مصر والمعسكر الخاص بكأس الأمم الإفريقية، وهي دي البطولة اللي هتقام إن شاء الله طبعا يا نهاوند في مصر في الفترة خلال 19 وحتى 29 من يناير المقبل، وبعد كده بقى هيعودوا مرة أخرى للمنافسات المحلية طبعا فريق يد الأهلي أكيد بدءا من شهر فبراير المقبل. وأكيد طبعا بالنسبة لسيدات يد الأهلي أيضا عندهم توقف دولي وبعض اللاعبات هيشاركوا في معسكر المنتخب مصر إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، وبعد كده هيعودوا مرة تانية للمنافسات المحلية على مستوى النادي الأهلي طبعا. ده بالنسبة أو فيما يخص كل الفرق الرياضية الأخرى والفريق الأول لكرة القدم، ولكن خليني أقولك أن كمان يعني في حدث هام جدا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، أن الأعضاء أكيد يقدروا أن هم يشاركوا في العرس الديمقراطي وانتخابات الرئاسة 2024 الحقيقة اللي بدأت امبارح أو كانت بدءا من امبارح وهتستمر النهاردة وأيضا غدا. الحقيقة أن في مقر لجنة هنا نهاوند علشان أي عضو من أعضاء النادي الأهلي يقدر أن هو
يضلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في عملية طبعا بمنتهى السهولة. وأيضا يعني احنا يمكن كنا موجودين بدءا من الصباح الباكر النهاردة. الحقيقة ان الموضوع بيتم في نظام شديد جدا ونظام كبير جدا، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. والحقيقة ان هم اي عضو من اعضاء النادي الأهلي سواء بالكارنيه او كمان يعني بطاقة الرقم القومي يقدر ان هو يدلي بصوته هنا. والحقيقة ان كان عايز اقول برضو ضمن مجهودات النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ان هوند يمكن كانت هذه الخدمة او يعني الانتخابات الرئاسية مخصصة لمحافظة الجيزة فقط، ولكن الحقيقة تم التوسع فيها النهاردة. واي عضو يعني يمكن بطاقة الرقم القومي خاصة به في منطقة القاهرة او محافظة القاهرة يقدر كمان ان هو يدلي بصوته يعني مش بس محافظة الجيزة وايضا محافظة القاهرة. يعني خليني بقى اختم كده وزي ما بنقول ختامها مسك، خلينا بارك لك طبعا يا نهاوند على حصولك على افضل مذيعة رياضية لعام 2023. امبارح طبعا في استفتاء الافضل من وشوشة، اكيد بقول لك الف مبروك، دي حاجة فخر لينا ولكل الاهلاوية. وايضا اكيد ما انساش ان انا ابارك لشاشة قناة النادي الاهلي على حصولها على افضل قناة رياضية في 2023. الحقيقة ان احنا كلنا كفريق عمل فخورين جدا بال يعني المجهودات اللي احنا بنبذلها من اصغر فرد لاكبر فرد الحقيقة، وده اللي بيخلينا نحصل على الافضل دايما في كافة الاستفتاءات. فاكيد ببارك لنفسي وببارك لك وببارك لكل متابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان على حصول القناة على الافضل رياضيا على مستوى عام 2023. طبعا بشكرك يا هوند، دي كانت كل اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. الكلمة ليكي مرة اخرى، اتفضلي. أنا اللي بشكرك جدا 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 أولا على ذوقك يا مريم وعلى التغطية المتميزة كالعادة منك، واحدة من أفضل فعلا المراسلات والمذيعات في قناة النادي الأهلي، ودي مش مجاملة، أنا رأيي فيكي ده على طول. أشكرك جدا، وزي ما أنتي قلتي هي منظومة ناجحة في بيبقى كل أفرادها تقريبا يعني إن لم يكن كلهم فعلا ناجحين. فبالتوفيق لينا جميعا إن شاء الله في اللي جاي، وبإذن الله دايما يكون في نجاحات مختلفة وجوائز مختلفة لكل من هو ينتمي للنادي الأهلي. كده أخبارنا والفقرة الأولى انتهت، هنروح فاصل سريعا مع حضراتكم ونرجع بقى عشان نبدأ فقراتنا الحوارية في الساعة الأخيرة، خليكم معانا. طيب أنا برحب بحضراتكم وبأكد قبل ما نبدأ الفقرة أنها فقرة مختلفة بجد، يعني هتعرفوا ليه لما نبدأها بإذن الله. بس احنا هنتكلم فيها عن لعبة القوة البدنية والقوانين بتاعتها، ودي لعبة مصر متميزة فيها جدا للي حضراتكم ما يعرفش. كمان بنستعد لتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية إن شاء الله السنة القادمة، وهتكون تحديدا في شرم الشيخ. هنتكلم في كل التفاصيل دي عن اللعبة وغيره، بس مع ضيوفنا خلينا نرحب بيهم في البداية. كابتن محمد سعيد مدرب القوة البدنية في نادي السيد، هو أيضا بطل سابق في اللعبة، صباح الهنا. وأيضا كابتن أماني ربيع بطلة مصرية في رياضة القوة البدنية، وهي بطلة مختلفة وحنعرف بقى ليه هي مختلفة كل الكلام ده طبعا. وحضرتك لسه بتلعب لحد دلوقتي، ومش بس بتلعب على مستوى الهواة، لا هي بتلعب على مستوى المحترفين ولسه في حصد البطولات. وطبعا الميدالية دي بتاعتها، أنا بحب ألبس ميداليات الضيوف دايما، صباح الهنا منورنا بجد. وده تاني لقاء لينا طبعا، أنا فاكرة كابتن طبعا، بس ببقى سعيده جدا. وتحديدا هبدا بقى مع كابتن اماني لو تسمح لنا، ببقى سعيده بحاجه، اولا انه يكون في شخص عنده الاصرار رغم كل الظروف. بقى تقولي بقى انا اتجوزت، تقولي انا خلفت، تقولي انا جده، تقولي انا كبرت، مفيش الكلام ده. طول ما في اصرار، طول ما في حد عايز حاجه، وبتبقى في الاخر متعه بالنسبه له. يعني انا قبل الهوا حضرتك بتقولي لي انك كل يوم بتروحي الجيم، كل يوم بتتمرني، وابتديتي الرياضه تحديدا فوق الخمسين. فلا ممكن يعني ممكن نفهم كده ونسمع البدايه كانت ازاي اصلا وايه القصه دي. انا ابتديت وانا عندي سن 54، كنت في الجيم في نادي الصيد، والكابتن جه وعملوا فريق وداد، والبنات ابتدت تقول ان هي عايزه تتمرن مع الكابتن، قال لك نعمل فريق. عمل فريق، وطبعا خد اذن من الاتحاد باللواء محمود بركات ووافقوا علينا، وابتدى بقى في كل المحافظات في كل النوادي بيلعبوا باور ليفتنج. اتمرنت بقى زي انت شايفه كده. بيقول لك دايما اتس نيفر تو ليت، يعني 50 بقى 60 70 مش فارقه، طالما في حاجه ممكن الواحد يعملها ويبقى مبسوط وينجح فيها ليه لا. طب ممكن نعرف اكتر كابتن محمد يعني القوة البدنية وقصه ان ملهاش سن كمان دلوقتي؟ ممكن حد يسمعنا مثلا الناس اللي هم فوق ال 50 يقول لك ايه ده، هو انا ممكن ابدا حاجه دلوقتي؟ هو فعلا ممكن حد يبدا حاجه دلوقتي؟ فعلا رياضتنا رياضه لكل الاعمار السنيه لكل الفئات، في اي وقت ممكن نبتدي، الوقت ما تاخرش. عايز اقول رياضتنا رياضه انتي ايجنج، رياضه مضاده للشيخوخه، يعني احنا مجرد ما بنتمرن احنا بنحافظ على كتلتنا العضليه،
بننمي قدراتنا البدنيه والنفسيه، وفي نفس الوقت ده بيعود علينا في الشكل العام. صحيح. يعني زي ما حضرتك شايفه مدام اماني، يعني ما شاء الله يعني عظيم. حضرتك 62 سنه ما شاء الله، واو يعني، وعامله انجاز كبير طبعا الحمد لله بفضل الله. يعني كانت الفكره فكرتنا الحمد لله، وقلناها عرضناها للاتحاد السيد اللواء محمود بركات ورحب بيها جدا. ودلوقتي الجانب النسائي يمكن فيه اهتمام كبير بيه في مصر في رياضه القوى البدنيه، بقى عندنا بطولات كثيره الحمد لله، بقى ليهم مقاعد بصفه دايمه في بطولات العالم، بنسافر بصفه دايمه، يعني في حرص دائم من الاتحاد المصري للقوه ان احنا نسافر بصفه دايمه على طول بطولات العالم. مدام اماني انا عايز اقول ان هي اول لاعبه مصريه تسافر في بطوله مستر اولمبيا، ده ايفنت كبير اللي هو الايفنت اللي بيشارك فيه بيج رامي، بس في قوه بدنيه كمان، في ايفنت بالجانب كمال الاجسام بنفس المستوى الكبير. ده بيبقى انفيتيشنال، بيبقى يعني بيضم احسن لاعبين على مستوى العالم. هي اول لاعبه مصريه افريقيه عربيه تسافر البطوله ديت، والحمد لله حققت المركز الاول في 2019. معلش، هو الكومبيتيتورز بيبقوا اعمار متقاربه ولا اي منافس؟ اي منافس. اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه للديفيجنز بتاعتنا طبعا في اعمار، في الاول بيبقى في تين ايج من 13 ل 15، بعد كده من 16 ل 17 تين ايج 2، بعد كده 18 19 تين ايج 3، بعد كده الجونيور من تحت 23 سنه، من 19 ل 23، بعد كده الاوبن المرحله العمومي اقوى ناس تبقى من 23 لغايه 40، في ماستر 1 40 44 وهكذا. انا ماستر 5. ماستر 5 ماستر 5 بس مدام اماني يعني بتعمل حاجه اعجاز شويه، ان هي بتنزل تلعب مع السن الاصغر اللي هو الاوبن المرحله التنافسيه اللي هي الصعبه. من كام من لغايه 40؟ من 23 ل 40. طب ده كلام. وبتنافسهم وبتكسبهم، مش على المستوى المصري بس، على المستوى العالمي. واو بجد، يعني لا الموضوع مش بسيط على فكره. انا مبهوره والله، دي مش مجامله بجد، يعني it is a success story. يعني الموضوع مش بسيط ان حد يكون، بس انا عايز اعرف عن حضرتك، يعني خلينا نعرف عن كابتن اماني اكتر. يعني كنت رياضيه من حضرتك صغيره في العيله، الموضوع ده جينز معينه، يعني ما هو لازم يبقى في باك جراوند. احنا طبعا الرياضه ده انا بالنسبه لي طبعا دي حاجه اساسيه، يعني ده من زمان بقى. من زمان دخلت سباحه تنس، يعني لعبت كل اللعبات تقريبا يعني، وبعدين لعبت بقى في السن ده لعبت الباور ليفتنج. بس ما اخدتيش بطولات قبل كده؟ طبعا خدت. قبل ما نلعب القوه البدنيه اخدت اوريدي، يعني بطله من قبل حتى ما تبتدي معاها. بس ده ستايل وده ستايل خالص، يعني ده حاجه وده حاجه، حتى لو لعبت في حاجه ده حاجه ثانيه خالص، ملهاش علاقه. طب احنا معانا صور واحنا بنتكلم، خلينا نعرض صور عشان الناس تفهم اكتر، وبرده كابتن محمد يشرح لنا اكتر القوه البدنيه بتعتمد على ايه تحديدا، وليه بيتقال عليها انتي ايجنج، يعني وليه ملهاش سن. هقول لحضرتك حاجه، القوه البدنيه احنا بننافس في ثلاث رفعات ماكسيموم باور، قوه قصوى. يعني احنا عندنا في مصر اللعيبه بتاعتنا يعتبر اقوى ناس في مصر، بالعكس كمان اقوى ناس في العالم. المنتخب المصري من ضمن المنتخبات القويه جدا على مستوى العالم، بيحقق ارقام كبيره على المستوى العالمي. سوري يا كابتن، هنا خلينا نبص فعلا عشان نفهم اكتر. دي رفعه البنش بريس، ده اللاعب عمر المهتدي، ده ناشئ تحت 19 سنه. دي رفعه من ضمن الرفعات اللي احنا بنتنافس فيها، احنا بنتنافس في سكوات كرفصاء، البنش بريس، رفعه البنش بريس، ورفعه الديد ليفت، ان انا بشيل اكبر وزن من الارض، ثلاث رفعات. وكابتن اماني بتتنافس في الثلاثه؟ مدام اماني، كابتن اماني. دي 180 كيلو في بطوله كاس العالم السنه اللي فاتت في الغردقه الحمد لله، وحازت على المركز الاول كبار. واو بجد، في الماستر وفي الاوبن. لا انا مبسوطه والله على المستوى الشخصي بجد، اولا انا بحب اي نجاح للمراه بيسعدني، وفي نفس الوقت نموذج مش موجود كتير. يعني احنا عارفين عطاراتكم الثقافه المصريه شويه، اللي هو الناس بعد مش الخمسين، الناس بعد الاربعين خلاص بقى هتتجنن، هو في ايه؟ بس تحس ان انت من بعد الاربعين عايز تطلع معاش، ما فيش الكلام ده طبعا. ده بيدي امل بقى، يعني اللي احنا شايفينه ده بيدي امل طبعا. ده اللاعب سامي ابو العز بطل العالم ثلاث مرات، وهنا برضه بطوله العالم كاس العالم. ده سامي في ايج ايه؟ ده تحت فوق ال 23 اوبن. اوكي. اوبن داخل يشيل 332 ونص، رقم عالم 332 ونص. لا النص ده مهم يا كابتن محمد، ده رقم العالم. ده رئيس الاتحاد السابق، الاتحاد الدولي، كان في ضيافتنا السنه اللي فاتت. سياده اللواء محمود بركات كان عمل له استضافه وجه حكم البطوله بنفسه واشرف عليها، والحمد لله البطوله لاقت نجاح كبير جدا. جالنا 17 دوله لاول مره كانت بتنظف في مصر في الغردقه، كانت اول مره تنظف اول مره، في واحده ان شاء الله السنه الجايه في شرم ان شاء الله باذن الله. ده يدل على نجاحنا الحمد لله، لان كان في 17 دوله بعدد كبير من الدول، واكبر الدول كان جات لنا، وان شاء الله السنه دي باذن الله يعني في عدد كبير جاي بامر الله برضك، والنجاح هيتكرر باذن الله.
رائع جدا، وانا اتمنى المره دي باذن الله السنه الجايه يكون في تغطيه اعلاميه اكبر وصحفيه. لازم حضرتك كتر خيرك يعني، حضرتك بتلقي الضوء على لعبتنا. احنا كمان ممكن نودي الكاميرا ان شاء الله معاكم ونيجي احنا شرم الشيخ. يا ريت يا ريت اهو شغل كله. ده كابتن حامد خلاف ده هي كام كيلو برده؟ دي 360 كيلو. كابتن حامد خلاف ده بطل مصر في وزن 140 كيلو، بطل العالم، دبابه مصر بنسميه. ما شاء الله. لا ما هو واضح. ما شاء الله. اوكي. لا لا بجد والله الواحد مبسوط وهو بيتفرج فعلا. بس الموضوع مش سهل برضو يعني. كابتن اماني ازاي بتقدري تشيلي ويت يعني حتى لو بتتمرني مبطله رياضيه؟ الموضوع ده تحديدا الرياضه دي صعبه يعني، قوه عضليه صح؟ هي مش سهله طبعا. بس كله بالتدريب يعني. كله بالتدريب. ايه اكبر وزن السيدات بيشيلوه بينافسوا فيه؟ بص حضرتك يعني بالنسبه لمدام اماني الحمد لله حققت يعني بالنسبه للماكسيمم باور في السكوات، رفعت القرفصاء عملت 160 كيلو، ده رقم كبير بالنسبه للمرحله السيدات. 160 كيلو. 160. والبنش بريس 85 كيلو، والديد ليفت هي مميزه جدا على مستوى العالم في رفع الديد ليفت، بتعمل 185 كيلو ديد ليفت، ده رقم عالمي. طبعا. ده بالنسبه يعني للسيدات. لكن عندنا في بنات هنا في مصر برضك لازم نلقي ضوء عليهم، لان الحمد لله اللعبه ابتدت تنتشر في ظل وجود الاتحاد المصري للقوه برئاسه اللي هو محمود بركات والاهتمام بالجانب النسائي، وده انا شايفه نقله حضاريه كبيره بتحصل. طبعا ضروري يعني. واحنا كنا محتاجينها فعلا، وبالتالي الحمد لله يعني انا شايف في بنات كتير عندنا وسيدات بتلعب دلوقتي اللعبه. يعني عندنا بطله اسمها الاء رائعه من مركز شباب الحبانيه، بيقوم بتدريبها الكابتن خالد حسين، راجل عظيم، عامله 450 كيلو توتال. لا لا والله. وبطله عالم، سافرت معنا السنه اللي فاتت. سنها كام؟ 18 سنه. 18 سنه. وسافرت معنا السنه اللي فاتت بطوله العالم في اورلاندو في امريكا، واخدت احسن لعيبه على مستوى العالم في الناشئين. في ايه سويره من الاسماعيليه بطله كبيره. ده محافظات كمان يعني بتعملوا يعني شمال مصر جنوبها. الحمد لله السعيد فيه بطولات يعني عندنا. يعني الفرصه موجوده للكل نقدر نقول. ده بالعكس محافظات بيبقى مش بس كتير. الناس اللي هي في القاهره وفي الانديه الكبيره في اقبال كبير. انا عايز اقول لحضرتك احنا عملنا التجارب حوالي 3 اسابيع فاتوا لانتقاء المنتخب المصري اللي هو هيشارك في بطوله كاس العالم ان شاء الله في شرم الشيخ باذن الله. انا عايز اقول لحضرتك 760 لاعب ولاعيبه على مستوى الاعمار السنيه كلهم جم شاركوا. ده رقم كبير جدا، ده يدل ان اللعبه بتنتشر بشكل قوي. بتنتشر بشكل كبير طبعا كبير. كان قبل كده الارقام اقل بكتير طبعا. على مستوى السيدات تحديدا بجد يعني الحمد لله بفضل الله. انا يعني بشكر في الاتحاد المصري ان هو يعني طبعا اللي هو محمود مهتم بالموضوع ده الصراحه يعني. ان احنا ننشر اللعبه بقدر الامكان، بننتقل بصفه دايمه بطولات يعني من محافظه لمحافظه، وده لنشر اللعبه. يعني كل بطوله الجمهوريه بنتنقل من محافظه من الشرقيه لاسكندريه للقاهره يعني كل محافظات مصر الحمد لله بنغطيها. وكابتن اماني حضرتك نادي الصيد اصلا الدقي تحديدا. بيت هناك تكلميني انزل لك عشان انا العباره اللي قدامك. تعالي اتمرني معايا. تعالي اتمرني معايا. طبعا على فكره بتكلم بجد والله. والله ممكن اجي انا ومامتي يعني. والله يا ريت. نبقى قاعدين كده فاضيين بجد والله. انا بتكلم بجد هتفرق معاها كمان يعني. جدا يا ريت والله حتى على المستوى اللي هو اكيد احنا هنبقى ومين عارف مش يمكن ابقى بطله. والله يا ريت يا ريت. لا والله بجد يسعدني جدا المره الجايه والله لو رحتي ان شاء الله نظبطها. انا بقى عايز اعرف البيرسونال لايف شويه لان تاني هرجع اقول مش سهله. معلش خلينا نقول مينتاليتي في مصر از ديفرنت او مختلفه تماما عن الخارج. اكيد في اسره داعمه، اكيد في اولاد داعمين، اكيد في زوج داعم، اكيد في البيز كان في اهل اب وام داعمين. فخلينا نتكلم عن ده شويه لان الموضوع يعني شويه ديفرنت بصراحه ومختلف. بصي انا اسرتي بالنسبه لي مامتي وبابايا كان الرياضه دي حاجه اساسيه، فانا ما كنتش بلعب لعبه واحده، كنت بلعب لعبتين يعني، اخش العب السباحه وبعدين تنس، عارفه ازاي يعني. ف في طاقه بنطلعها. في طاقه بنطلعها. فده اساسي خلاص. لما دخلت الباور ليفتنج بس يعني هي صدفه والله، بس الكابتن قال لي لا انت تعالي اتمرني معانا وانا شايفك ان انت مجتهده في الجيم وكده. فلعبت ولغايه ما يعني طبعا الاول بيبقى صعب شويه ولغايه دلوقتي مش سهل برضو، بس التمرين وانا عايز اعمل حاجه يعني، فاهمه ازاي؟ انا مصممه ان انا اعمل حاجه، ولو وصلت لاخر حاجه هحلم ان انا اعمل حاجات ثانيه. وهم فرحانين بحضرتك في جداً البيت جدا طبعا طبعا يعني. اولادي انا طبعا الداعم الاساسي طبعا وجوزي، وهم اصلا في المنتخب التايكوندو، فالولاد شايفين ان فاهمين بقى فاهمين اللعبه طبعا مش سهله، لان هم اصلا بيلعبوا برضو حديد. واهلي كلهم مشجعيني، وطبعا شايفين حاجه غريبه بس لا بس حاجه
حاجه جميله، في حاجات غريبه بتبقى حلوه يعني. الغرابه اللي فيها حلو وبيبقى مثل حلو وممكن ناس تقتدي بيه على فكره يعني. بتشجعي ناس تانية يعني؟ والله بتفرق جدا طبعا، بتفرق طبعا. في كل يعني. البطوله الجايه بقى شرم الشيخ استعداداتكم ايه وايه المنتظر؟ وان شاء الله يعني عايزين برضو ان احنا نفوز، عايزين ان احنا واكيد انتوا في هدف داخلين نعرف اكتر. الحمد لله المره فاتت مصر فازت بالمركز الاول في البطوله في الغردقه، وان شاء الله تتكرر باذن الله تاني بامر الله. احنا دلوقتي ابتدينا عملنا زي ما قلت لحضرتك يعني على المستوى الداخلي عملنا التجارب وانتقينا المنتخب بتاعنا اللي هيشارك ان شاء الله في البطوله، اولاد على اعلى مستوى. تم دعوه كل الدول المشاركه في الاتحاد الدولي ان شاء الله للمشاركه معانا المره دي باذن الله كمان مره، ودعوه مديره التنفيذيه للاتحاد الدولي، لان احنا دلوقتي كمان بنهدف بس ان احنا مش نجيب كاس العالم، هنجيب بطوله العالم، ده الايفنت الاكبر ان شاء الله، وداخلين في بيدنج ان شاء الله على البطوله. بس احنا عندنا الجاهزيه لان احنا نقول هنفوز بكاس العالم. السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان طبعا الموضوع كان صعب لان ما كانش عندنا الادوات الابروفد من الاتحاد الدولي، لكن الحمد لله قدرنا يعني نستحضر الادوات ديت ونجيبها. طبعا هي ليها مواصفات معينه، والحمد لله السنه اللي فاتت تم يعني البطوله نجحت على اعلى مستوى، وبالتالي كان في تقرير من رئيس الاتحاد الدولي السابق على البطوله. والحمد لله اخذناها كمان مره، وده يدل ان احنا مصدر ثقه من الاتحاد الدولي طبعا. ده اللي خلانا ان احنا نشجع اكتر، واللي هو محمود يقدم يعمل بيدنج على بطوله العالم اللي هو الايفنت الكبير ان شاء الله 2025، واللي هتبقى لاول مره ان شاء الله نتمنى يتم التصويت لمصر فيها ونستضيفها وننجح ان شاء الله فيها بامر الله، لان البطوله دي بتعمل سنه في امريكا سنه في اوروبا، ما خرجتش بره القارتين دول. طب ايه اللي جد بقى يعني؟ اللي جد نجحنا، نجحنا الحمد لله، اللي فرض نفسه احنا شافوا نجاح يعني. الناس شافوا نجاح في الغردقه، نجاح كبير ومبهر واقبال كبير من الدول ان هي تشارك معانا، والناس كلها اتبسطت، كان كل يعني التعليقات بتاعتهم تعليقات كويسه ومبهورين بمصر، مبهورين بالتنظيم الحمد لله بتاع البطوله، فطلبوا حتى كمان ان هي تعمل مثلا في شرم الشيخ. شرم الشيخ من اجمل المدن على مستوى العالم، وده تنشيط كمان للسياحه الرياضيه عندنا. السياحه الرياضيه ده ملف طبعًا. مهم جدا يا ريت. ده احنا دلوقتي مؤخرا مصر تقريبا بتستضيف بمعدل كل اسبوع بطوله مختلفه، فيعني لو احنا كل ده حطيناه في ملف السياحه الرياضيه ده موضوع تاني ونقله تانية. لا طبعا، واحنا عايزين نشكر طبعا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي لدعمه الدائم لينا، وفي نفس الوقت كمان سياده اللواء المحافظ خالد فوده محافظ جنوب سيناء لدعمه ان شاء الله باذن الله لينا ورعايته للبطوله، وان شاء الله باذن الله البطوله على اكبر مستوى واعلى مستوى ان شاء الله. وبقى ليه جوائز بقى وتحفيز برضو من الشق المادي، ولا الموضوع بيبقى ازاي يعني؟ وهل المعسكرات دي بتبقى على اللاعبين ولا بيبقى على الاتحاد؟ بص حضرتك، معظم اللاعبين يعني هم بيتمرنوا مع مدربينهم في اماكنهم اوكي، لما بيحصل يعني انتقال للمنتخب القومي، بس مش بطوله داخليه، لو بطوله عالم مثلا مسافرين يعني. احنا لسه راجعين من مانشستر، كنا في انجلترا الحمد لله، وفي ولادنا حققوا المراكز الاولى، ده كان في شهر فبراير، شهر نوفمبر اللي فات على طول. الاولاد لما بيرجعوا بيتعمل لهم حافز مادي الحمد لله، في لائحه في الوزاره بتكافئهم على الميداليات اللي هم جابوها، كل واحد حسب ميداليته بصفه دايمه، لكن البطوله الداخليه يعني تبقى يعني مش هنقدر نكافئ كل اللعيبه الموجودين، لان احنا بنشارك بعدد كبير عشان في بطولتنا في ارضنا بنشارك بثلاثه في كل ميزان، فبيبقى العدد كبير. طب كابتن اماني، بتشتغلي اصلا ولا بس متفرغه للرياضه يعني؟ عايز اعرف برضو، انا عايز اعرف اكتر. انا دلوقتي لا يعني، لما ابتديت باور ليفتنج لا يعني كنت مبطله شغل، لان هي عايزه تفرغ شويه، لان هي عايزه برضو نوم صحه صحيح. يعني وبعدين عشان اقدر ابقى موفقه لكل حاجه في بيتي لازم برضو، لان ده انت بتشيلي حديد، فانت لازم غصب عنك يعني لازم يبقى في راحه، في اكل كويس، في صحه، لكن شغل وتروح تلعبي صعبه. تو ماتش طبعا. طبعا لا بجد، بالتوفيق للي جاي. وعايزه قبل ما نختم برضو اعرف يعني حلم حضرتك ايه؟ هل في حاجه معينه عايزه توصلي لها، ولا يور انجوينج الجورني زي ما بتقول، او يعني اللي هي الرحله بتاعتنا يعني؟ بصي، انا رحلتي كلها يعني لعبت مع السن الصغير وكسبت، وكسرت رقم العالم في السن الصغير والكبير، فاللي هو برضه. عندك ساتسفاكشن يعني مصنفه الاولى على العالم في سني يعني. انا بقى نفسي اخش بطولات تانية ما اتعملتش يعني، قصدي جامده طبعا. ده عايزه نخترع بطولات تانية. اتفضل. مفيش لا يعني في اتفضل بقى يا كابتن محمد. في بطولات بلبس معين، ببدل معين، وبحاجات كده، عايزه اخش اعمل ارقام جامده يعني. يعني نقدر هنا كابتن اماني تقدر؟ طبعًا. لسه في فرصه كويسه ان شاء الله باذن الله. هي بتتمرن ومجتهده جدا، بالرغم ان هي بتتعرض لاحمال يعني احمال تدريبيه عاليه قوي، رياضتنا الموضوع فيها صعب مش سهل. احنا شفنا طبعا والريسك فيها عالي كمان يعني، المخاطره بيبقى عاليه شويه او اصابات او حاجات طبعا. بالرغم من كده الحمد لله احنا ماشيين بطريقه يعني علميه،
بحيث ان احنا افويد انجرز يعني نبعد بقدر الامكان عن الاصابات في تمريننا، والحمد لله ماشيين زي الفل وتمام ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. لا بجد انا مبسوطه بيكوا جدا وبحضرتك تحديدا بجد بالتوفيق، وكابتن محمد بالتوفيق، لان اللي حضرتك بتعمله برده واضح انك بتحبه جدا، وقصه انك تحول شخص حتى اللي هو زي ما كنت بقول فاكر ان الموضوع خلاص الفرصه راحت في حاجه لبطل برده في رياضه تحديدا معينه، ده انجاز، ده انجاز كبير. فبالتوفيق ونظبط يوم مع بعض بجد وعد ان شاء الله. باذن الله. نورتوني بجد كابتن محمد وكابتن اماني، شكرا لكم جدا. مش بتساعدك. برحب بحضراتكم، والفقره الاخيره والكلام المتواصل طبعا واللي لا يخلو عن حديثنا عن النادي الاهلي ب يعني الاستعدادات الفترة القادمة، كاس العالم للأندية، الناس متفائلة ولا لا، طب احنا هنقدر نوصل للفاينل ولا لا، جوائز الكاف كمان اللي الحمد لله لا تخلو من اسم النادي الأهلي واللعيبة، كل ده واكتر مع ضيفنا العزيز كريم فضل الناقد الرياضي. كريم صباح الهنا. صباح الفل، اهلا بيك. وبحب فيك دايما التفاؤل، لان كريم خليني اقول لحضراتكم طبعا اللي بيتابعنا من النقاد المتفائلين جدا وعنده ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي وفي كلامه، وحبك لحاجه ما بيبقاش وراء قلق. يعني انا مثلا ممكن احب النادي الاهلي بس بعض المباريات وبعض الامور تخليني اقلق، تخليني اتشكك ثواني خلاص. انت لا، انت عندك ثقه وعندك ايمان. كنا قبل الهوا بقول لك على كاس العالم للانديه انا قلقانه، قلت لي احنا هنوصل للفاينل وبثقه ان شاء الله. خليني ابدا من هنا، هل احنا ممكن نوصل للفاينل بجد وبسهوله؟ خلينا نقول طيب. هو الـ يعني في البدايه برحب بحضرتك، ودايما بكون سعيد لما بكون معاكم من البيت الكبير زي ما بتطلقوا عليه في قناه النادي الاهلي. الثقه اللي موجوده عندي دي نبع من التاريخ، يعني طول عمر النادي الاهلي عودنا على ده، عودنا يعني زي ما بيقولوا كده المستحيل ليس اهلاوي. فايه المشكله ان انا اصعد فاينل؟ هل عشان خاطر ان حصل تراجع في النتائج مؤخرا وفي اداء بعض اللاعبين؟ لو تتذكري خلال السنوات الاخيره اللي كان الاهلي بيلعب فيها مونديال الانديه دايما كان قبل البطوله بيحصل دروب، اللاعبين بتستفيق بشكل كبير جدا 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 وبتقدر تلم نفسها بلغه الكوره وتلعب وتقدم اداء قوي. لو تتذكري لما الاهلي لعب الهلال السعودي كانت الترشيحات كلها لصالح الهلال، ولكن اللي حصل ايه؟ ان الاهلي قدر يفوز وفوز عريض برباعيه نظيفه. الاهلي امام مونتيري وغياب لاعبين مؤثرين جدا زي على راسهم كان ساعتها محمد الشناوي، الاهلي بيقدر يتفوق بهدف لمحمد هاني وبيقدم مباراه قويه جدا جدا جدا. اتحاد جده يعني عليه اولا انه يتخطى فريق اوكلاند غدا، بس كل التوقعات يا كريم بتقول ان اتحاد جده هيتخطى اوكلاند سيتي. ماشي، هي يعني الموضوع شويه شبه محسوم بتوقعات الناس، يعني علشان خاطر الجمهور وعامل الارض واللاعبين. وبرضه بيقول لك من الحاجات اللي اتكلموا فيها برضه اتحاد جده عنده اسماء، وان كانوا 3-4 اسماء بس اسماء كبيره، لا واسماء محترمه جدا واسماء تخوف، دي حقيقة. فده برضو كريدت كبير. هو عندهم اصابات مؤخرا وعلى حظنا بقى ربنا كريم. لا بس استعادوا احنا وحظنا استعاد عنصر مهم جدا احمد حجازي اضافه قويه جدا جدا لخط الدفاع، خصوصا بعد اصابه فيليب لويس، يعني كان هيفرق معاهم بشكل كبير جدا لو كان حجازي مش موجود مع اصابه فيليب. يعني كان حسن كادش وعمر هوسيب مع كل الاحترام والتقدير ليهم، أكيد. لا الاهلي يقدر يعني مهاجمي الاهلي يقدروا يتفوقوا عليهم بشكل كبير. انت عارف ايه اللي بيخوف يا كريم؟ مش قصه ان انا خايف من اسماء المنافس، قصه ان انا عندي مشاكل متكرره. بمعنى هكلمك عن مشكله واحده كافيه بصراحه ان احنا يعني اهدار الفرص رهيب، اهدار فرص رهيب. يعني انا لما اشوف لعبه حلو وباصات حلوه وهجوم حلو لكن ما بيكملش بالتسديده، طب ليه؟ وليه اغير او اهدر مره واثنين وثلاثه واربعه في ماتش واحد وفي شوط واحد كمان في بعض الاحيان؟ ده اللي عليه علامه استفهام، ده اللي بيقلق لي، ده اللي يقول لي يخليني يجي في مخي طب احنا لو لعبنا من المشهد ده والمنظر ده مع اتحاد جده ولا مع اوكلاند سيتي ولا هو انا لفرصي ان انا فعلا اوصل الفاينل دي موجوده اصلا؟ هو ده المنطق شويه في الكلام اللي بيتقال. مش مختلف معاكي، لكن يعني ظاهره اهدار الفرص نبع من عدم تركيز. الاهلي بيوصل كتير جدا ده جدا، ده موسم كامل، نص يعني موسم كامل. هي البطولات الكبرى بتخلص بالشكل ده، يعني لو حضرتك تابعتي مثلا انتراخت فرانكفورت بيلعب بايرن ميونخ
إنتراخت سدد 6 مرات على مرمى بايرن، سجل 5 أهداف. يعني ده التركيز أو دي الفعالية الهجومية، وده اللي هيكون مطلوب من لعيب النادي الأهلي. أنا ممكن يعني أوصل للمرمى 20 مرة وأسجل مرة أو مرتين، وممكن ما أسجلش، ممكن أوصل 3 مرات أسجل الـ3 مرات. فبالتالي إحنا عايزين من لاعبينا وخصوصا لاعبي الخط الأمامي إن هم يكونوا في كامل تركيزهم. لو كانوا مركزين أنا واثق 100% إن الأهلي يقدر يكسب أي حد. طب عامل مركزين او مش مركزين ده مفروض راجع لايه؟ يعني ما انا بلعب دلوقتي مباريات كنت الفتره اللي فاتت مهمه جدا، خارج من موسم اكثر من رائع، جماهير النادي الاهلي عندها امال كبيره جدا وبتعول على ان انا اقدم نفس الموسم اللي لم يكن افضل. فالتركيز مش موجود كان في اللي فات ليه؟ يعني ايه اللي سبب في الغياب اصلا؟ دي بترجع للحاله النفسيه للاعب، ممكن يكون مركز اكتر في مونديال الانديه، عاوز ما يحصلوش اصابه، عاوز يكون موجود في القائمه، خصوصا ان النادي الاهلي عنده قوام كبير من اللاعبين، عنده سكواد هايل، بدليل ان يعني لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في حاله جدليه عن اللاعبين المستبعدين. يعني في صلاح محسن، محمود متولي، اكم من لاعب كان الجمهور بيقول انه كان المفروض يكون متواجد او 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 ما الى ذلك. فده دور من او دي نقطه من النقاط المهمه في عمليه عدم تركيز اللاعبين. بلس بقى ان في لاعبين لسه ما دخلتش، يعني ما جابتش كامل مستواها، على راسها موديست وحسين الشحات وبالاضافه برستاو. موديست خلينا نقول ان هو للاسف الشديد اصاباته كتيره جدا لسه لم يتعافى بشكل كبير، فكولر عنده وجهه نظر طبعا زي ما احنا عارفين هو مش عايز يشاركه غير لما يتعافى بنسبه كبيره. يعني في بعض اللعيبه انا معاك لسه ما قدمتش ومنتظرين منها الكتير، لكن هل في لعيبه مستواها تراجع من وجهه نظرك ايضا؟ هو في لاعبين مستواهم تراجع عن المستوى المعروف زي حسين الشحات وبرستاو بالتحديد. الثنائي ده في ظل اصابه رضا سليم طبعا ربنا يشفيه كان هيفرق جامد طبعا بشكل كبير مع النادي الاهلي في بطوله مهمه زي دي. حسين الشحات وبرستاو الثنائي ده قادر على قياده هجوم النادي الاهلي مهما كان اسم المهاجم اللي بيلعب، يعني سواء موديست سواء كهربا سواء حتى صلاح محسن سواء طاهر محمد طاهر لو حب كولر يلعبه مهاجم صريح، يقدروا يقودوا ويحركوا الهجوم الاهلاوي بشكل كبير. الثنائي ده بالتحديد لان الاثنين بيمتلكوا مهارات كبيره جدا 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 على الجانب الفردي، زائد ان هم لاعبين جماعيين، يعني لو بصيتي على ارقامهم هتلاقي عدد المساهمات التهديفيه للثنائي كبير قوي. فده اللي نتمناه، يعني ان هم يكونوا في حالتهم الطبيعيه، زائد خط الوسط. يعني مباراه اتحاد جده ان تمت واتحاد جده قدر يتفوق على اوكلاند سيتي هتبقى معركه في خط الوسط، لان قوه الاتحاد كلها بتتمثل في منظومه خط الوسط زائد الثنائي الهجومي سواء كان كريم بنزيما او عبد الرزاق حمد الله. لكن انا شايف ان قوه الاتحاد بتتمثل في خط الوسط بتواجد كانتي وفابينيو بالتحديد. يعني ما هو كانتي وبنزيما والاسماء دي يعني ماشي، ما هو اسماء عندهم برضو يعني اسماء كبيره وقويه، لكن عندهم مشاكل. يعني انت لو هتتكلمي فنيا الاتحاد عنده ازمه كبيره جدا في مركز الظهير الايمن، يعني سواء مهند الشنقيطي او مد الله العليان، انا شايف ان يعني حسين الشحات يقدر يتفوق عليهم بشكل كبير. ده في الظهير الايمن احنا عندنا مشكله في مثلا المهاجم الصريح، عايز انت على الصعيد الثاني نتكلم كده مثلا ماشي، بس موجود كهربا يقدر يلعب ده بشكل كويس. كهربا لاعب انا بشوفه رائع، ولكن المباراه اللي فاتت واللي قبلها ليه كان في دروب؟ ليه كان في عدم توفيق؟ ليه ما كانش في يعني او ليه انا ما ببصش على الجون وانا بلعب؟ يعني خلينا برضو نحلل ده. بصي المباراه اللي فاتت بالتحديد الاهلي لو كان قدر يسجل بشكل مبكر كان الجيم هيفتح، يعني اللي تابع المباراه هيفهم كلامي كويس. شباب بلوزداد فرقه كانت بلغه الكوره عارفه هي عايزه ايه، قفلت بشكل قوي وحاولت انها تخرج بنتيجه ايجابيه في الشوط الاولاني تساعدها في الشوط الثاني اللي بداوا يتحرروا شويه هجوميا. لكن يعني لو تقدري تقولي ان الشوط الاولاني وان سايد جيم، الاهلي بيهاجم بس وفي فرص بتضيع جدا جدا من بيرستاو، بتضيع من كهربا، بتضيع من حسين الشحات، بتضيع حتى من لاعبي الوسط. كان في حاله عدم توفيق عامه، يعني اللاعبين كلها يعني كره حسين الشحات بيحطها براسه بتخبط في العارضه، يعني الطبيعي الوضع الطبيعي بتخش جوه الجول، لا بتخرج. بيرستاو بيحاول يلحق ما يوصلهاش، مدافع شباب بلوزداد بيطلعها. فكان وارد جدا انك ما تكونش في يومك، وارد جدا انك يحصل لك دروب،
وارد جدا انك بس ده بيحصل. يعني انا بتكلم دلوقتي على اخر مباراتين لكهربا اللي شارك فيهم، ده اتكرر واتكرر في المباريات الاخرى اللي ما كانش فيها اساسي، وبيكرر مع لعيبه اخرى. ما انا بص المشكله كريم انت بتتكلم او رؤيتك للموضوع ده ان عدم تركيز. القصه اعتقد من وجهه نظري، وده اللي لمح ليه كولر بالمناسبه في تصريحاته، قال لك انا موضوع اللمسات الاخيره دي عندنا فيها ازمه ولا تحل حتى هذه اللحظه، اللي هو قال لك لا في حاجه انت لازم ترجع فيها. يعني بما معناه اللي احنا فهمناه ان الموضوع مش هيعدي، هو واخد باله كويس قوي بالزبط. الجماهير واخده بالها كويس قوي، الناس كلها، المنافس بتاعك واخد باله كويس قوي، بدليل المنافسين بتوعك دلوقتي حتى افريقيا بقوا يتكلموا بلهجه في تصريحات قبل وبعد المباريات ان هم عندهم امال كبيره جدا يفوزوا عليك. اللهجه دي ما كانتش موجوده لو رجعت كام سنه لورا. ففي بعض الاخطاء اللي انت بترتكبها بتخلي المنافس بتاعك يعتقد ان هو فنيا يقدر يفوز عليك. للاسف الشديد ان احنا واصلين لده. فده مش معناه ان احنا بنقلل من النادي الاهلي، ولكن ده معناه ان انت اوقات بتخلق الفرصه للمنافس ان هو يتكلم او يصرح التصريح ده. للاسف ما هو ده بيحصل بسبب تراجع النتائج والمستوى. يعني العالم كله دلوقتي بيتابع بعضه، يعني الاهلي زي ما بيتابع اتحاد جده وبيتابع اوكلاند وبيتابع فلومينيزي بالتبعيه، نفس الفرق دي بتتابع النادي الاهلي. فلما تشوف في تراجع في المستوى وفي تراجع في النتائج بي يعني مش عارف الامال بتعلى. بالظبط، يعني الطموحات بتعلى، ولكن الاهلي قادر انه يضع كل في نصابي او في حجم الطبيعي. انا متفق معاك. الكامباك بتاع الاهلي ده احلى حاجه، ان انا ممكن العب ماتش اتنين مش حلو ثلاثة، بس الكامباك بتاعي بيبقى قوي وبيستمر. فدي نقطه هنرجع عندها. بس كريم هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. طيب كريم، عايزين نستغل الوقت اللي فاضل ونتكلم شويه سريعا عن اولا طبعا جوائز الكاف، لان مهمه قوي ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله. الجوائز دي النهارده والحفل النهارده، كل التوفيق مره كمان للنادي الاهلي واللعيبه بتاعتنا، الفرص بتاعتنا اعتقد جيده. وعايزه اتكلم معاك كمان تحديدا عشان نقفل الملف ده، كاس العالم للانديه، لان في الفاصل انت بتقول لي ان لا الفرصه كبيره، اتحاد جده عندهم مشاكل كتيره جدا وفنيات كبيره عندها ازمه، لكن الفرصه اكبر لو احنا لعبنا اوكلاند سيتي وفاز اوكلاند سيتي على اتحاد جده. طب خليني اعرف منك. بصي انا كنت زي ما بقول لك كده في الفاصل، الصحافه السعوديه نفسها هم في حاله من القلق والتوتر من مواجهه النادي الاهلي مع الاتحاد في ظل مستوى الاتحاد الحالي، لان تاريخهم مع بعض الاتحاد هو الغالب على فكره او الغلبه يعني ليه. هو تفوق، وكانت المواجهه الوحيده في مونديال الانديه كانت صبت لصالح الاتحاد بهدف محمد ضويا. لكن في الوضع الحالي بالرغم من تراجع النتائج ومستوى النادي الاهلي، انا لازلت مصمم ان النادي الاهلي يقدر يكسب الاتحاد بسهوله اذا استغل الهفوات الدفاعيه في منظومه الاتحاد. الاتحاد عنده مشاكل صعبه جدا في مباراه ضمك ظهرت، في مباراه سيبهان الاخيره في دوري الابطال ظهرت، حتى في مباراه القوى الجويه يعني خسر من القوى الجويه العراقي بهدفين، في وجود رومارينيو، في وجود حمد الله، وفي وجود بنزيما، في وجود كانتي. فابينيو بقى لاعب بديل، يعني تحول الى لاعب بديل في اخر المباراه، صحيح عشان خاطر الاصابه، ولكن فابينيو يعني لاعب منتخب البرازيل الاساسي وليفربول والكلام ده كله. جوتا مش قادر يجيب مستواه، كورنادو هو اللي بيقدم مستوى كويس جدا، صالح العمري برضو كويس، زكريا هوساوي لعيب عوض غياب احمد با مسعود، ولكن انا شايف ومصمم ان النادي الاهلي يقدر يكسب الاتحاد بسهوله، بسهوله كمان. بالنسبه بقى لجوائز الكاف، يعني شايف ان في لعبه موائمات هتحصل. والله يعني شايف ان مثلا هي طبعا تواجد محمد الشناوي حارس النادي الاهلي في منافسه مع اونانا ومع ياسين بونو على جائزه افضل حارس مرمى في افريقيا، ده انجاز عظيم جدا جدا للشناوي وللنادي الاهلي. طبعا هي محسومه لياسين بونو، يعني طبعا اداؤه التاريخي في المونديال وقياده اشبيليه للتتويج باليوروبا ليج، ده في حد ذاته يعني بيحسم الامور بشكل كبير. النادي الاهلي ان شاء الله هيحسم جائزه افضل نادي داخل القاره. نروح بقى لنقطتين مهمين. اول نقطه عدم تواجد مارسيل كولر في افضل مدرب، يعني دي حاجه غريبه جدا، يعني حاجه غريبه جدا. هو جه بن شيخه، هو كان المفروض ان هو مرشح وجه بن شيخه بعد كده في القائمه التصفيه. يعني انا مش بقول ان مارسيل كولر ياخدها، يعني طبعا هتبقى هي محسومه برضو يا الوليد الاجراجي،
ولكن كان كان على الاقل لازم يكون هو الثالث مع اليو سي سي. في برضو حاسس بلعبه ما كده هتحصل في جائزه افضل لاعب داخل القاره، مش هتروح لبرستاو، هتروح لبيتر تشالويلي لاعب سان داونز. ده اللي انا حاسه. بس انت حاسس ده هيبقى راجع لايه؟ يعني لعب في التصويت ولا مش لعب؟ هي موائمات. ليه عندك التشكيك ده؟ ده مش عندي انا بس، انت لو تابعت الصحافه في الجزائر، الاتحاد الجزائري اعلن ان مفيش اي صحفي جزائري هيروح يغطي الحفل النهارده، اعتراضا على اللي بيحصل واعتراضا على عدم تواجد اتحاد العاصمه وتواجد رياض محرز في الجوائز. يعني المغرب بتنافس على كل حاجه تقريبا، يعني هي داخله كل حاجه في كره القدم للرجال وكره القدم النسائيه، مرشحين في كل حاجه. بس هم اونستلي يعني هنتكلم عن كره القدم للنساء تحديدا، هم من التوب 10 عالميا في اوكي حقهم. انا ما اقدرش اتكلم في ده بس، ولكن اتكلم ان ازاي يتواجد الوداد ضمن قائمه افضل نادي في افريقيا وما تواجدش بطل الكونفدراليه. اوكي، يعني دي برضو نقطه تحسب عليهم، ودي نقطه من النقاط اللي لجأ ليها المسؤولين في الجزائر للتشكيك. تحسب هنا قصدك على الكاف ولا تحسب على المغرب ولا ايه؟ لا تحسب على الكاف. على الكاف يعني هو الكاف في النهايه هو اللي بيختار ده. هل بتعتقد ان في مجامله يعني عشان الدوله اللي هي مستضيفه؟ صار بمنتهى الصراحه والشفافيه يعني في اختيارات كده ما كنتش شايف ان هي يعني على راسها الوداد. يعني انا مستغرب جدا جدا ان ازاي يكون الوداد ضمن القائمه النهائيه للمرشحين، يعني الاهلي، سان داونز، اتحاد العاصمه، وكان المفروض ده يكون الثلاثي. بلس بقى ان في برضو يعني يعني مش عارف، يعني مثلا علي معلول، محمود كهربا قدموا مستوى رهيب جدا في دوري الابطال الاخير ده، كان المفروض ان واحد منهم يتواجد مع بيرستاو على حساب فيستون مايلي مثلا. طب والمنافسه بين محمد صلاح طبعا واللعيبه المنافسه على الجائزه، رايك فيها؟ يعني اتمنى طبعا ان محمد صلاح يفوز بالجائزه، ولكن انا شايف ان حظوظ فيكتور اوسيمين هي اشرف الأصل. حكيمي؟ لا، فيكتور اوسيمين. اوكي. اوسيمين عمل موسم يعني فظيع مع نابولي. يعني طبعا التتويج باللقب الدوري بعد سنين طويله جدا، والتتويج بلقب الهداف، وتقديم مستويات مرعبه. يعني هو بصراحه كان في الكالشيو او في السيريا ايه، لا فيكتور كان مكسر الدنيا حرفيا مع نابولي. يعني انت شايف فيكتور الاقرب من صلاح ومن اشرف حكيمي؟ دي وجهه نظري، وارد اكون مخطئ فيها، ولكن انا شايف ان هو الاحق واكتر حد ممكن يكون مرشح لجائزه افضل لاعب، اللي هي الجائزه الاهم في الحفل يعني. بس انت تقييمك لمشوار محمد صلاح برضو، لان هو بيمشي بسرعات رائعه جدا، حتى لو حصل له دروب مباراه او اتنين الكامباك بتاعه برضو بيبقى قوي. خلاص هو صلاح يعني صلاح بيعوض. صلاح مش من الموسم ده، بس على مستوى الجوائز مش بيبقى موفق قوي برضو، خلينا نقول مش بياخد حقه قوي في الجوائز دي. بصي خلينا بس نتفق ان هو فكره ان احنا يكون عندنا لاعب من المرشح، يعني احنا كان يعني لسنوات قريبه احنا كنا بنحلم بس يكون عندنا لاعب بيسجل في الدوري الانجليزي هدف واثنين وثلاثه وفي دوري الابطال. اصبح عندنا لاعب بيوصل ل 200 هدف يعني و150 هدف في البريمير ليج، اقوى بطولات العالم. هو قائمه افضل 10 هدافين برضو دخل القائمه بالظبط. يعني هو خلاص يعني هو ليجند، يعني صلاح لما يعتزل هيتعمل له تمثال في الانفيلد، وده الموضوع منتهي. بلاس ارقامه يعني مرعبه، يعني بيغيب زي ما انت قلتي ويرجع بمنتهى القوه، ويرجع يسجل ويرجع صحيح. يتالق. واحلى حاجه في صلاح انه بيخلق دوافع لنفسه، يعني دايما في حاله تحدي مع الذات. يعني كنا نتمنى انه يكون في سن اصغر من كده عشان خاطر يكمل ويعيش في الملاعب الاوروبيه سنين اطول، ولكن يعني ده وضع طبيعي. والله يو نيفر نو زي بتقال، لان عندك هو دلوقتي كام صلاح تحديدا؟ تقريبا 32 حاجه زي كده. 31 ممكن يبقى لسه قدامه 10 سنين يعني، ممكن ليه جدا. لعيبه يعني كتير كملت للاربعينات يعني، ف ليه لا؟ صلاح محافظ على صحته ومحافظ على لياقته بشكل كبير. وبرضه هنلف ونرجع لنقطه سباليتي. سباليتي صلاح مدين له بالفضل بشكل كبير جدا جدا جدا، انه طور نقطه تسجيل الاهداف. محمد صلاح كان لاعب مهاري وسريع، ولكن نقطه تسجيل الاهداف ما كانتش احسن حاجه عنده. لما اتمرن مع سباليتي في روما، لا صلاح انفجر، يعني معدل التهديف بتاعه، الفينش بتاعه بقى عالي قوي قوي قوي، وده اللي نفعه وافاده بشكل كبير مع ليفربول في الفتره اللي لعب فيها مع يورجن كلوب.
طب كريم كده قبل ما نختم، انت شايف كاس العالم للانديه الاهلي باذن الله ممكن يوصل للفاينل ان شاء الله؟ يعني هي فرصه عظيمه جدا جدا للنادي الاهلي انه يستعيد كبريائه ويستعيد ثقافه الفوز والتتويج وتحقيق الانجازات مره اخرى. يعني انا لازلت مصمم ان انا متفائل بشكل كبير بمستوى الاهلي حتى في الوضع الحالي، وشايف ان الاهلي لو لاعب اوكلاند سيتي او لاعب اتحاد جده يقدر يتفوق. هيبقى المعضله في مباراه فلمنيزي، ولكن يعني برضو شايف ان النادي الاهلي بناء على تجارب صف ضد فرق امريكا الجنوبيه وسيناريوهات ممثله بالظبط، الاهلي بمن حضر فعلا. يعني الاهلي عنده مجموعه من اللاعبين لو في حالتها الفنيه، وانا كلامي محدد، يقدر يتفوق ويقدر يلعب فاينل ان شاء الله مع مانشستر سيتي، وتكون يعني اجمل ختام للسنه يا رب. والله عايزين نفرح بقى يعني نتمنى ذلك. كل التوفيق للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله فيما هو قادم. شكرا جدا يا كريم على وجودك، يعني قراءه كانت سريعه بس ممتعه كالعاده. شكرا جدا، وده مكانك اكيد يعني. تقابل باذن الله مره ثانيه. كل التوفيق للنادي الاهلي في الجوائز ان شاء الله النهارده وفي كل المباريات والتحديات القادمه. اشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.